السلام عليكم اليوم بدنا نحكي عن مرض الوسواس القهري مرض الوسواس القهري من اسمه عادة المريض ما يجد نفسه مجبر على القيام بسلوك بشكل تكراري رغم أنه يعرف أنه هذا ما له حاجة وغير منطقي مثلا سواء تكرار غسل الأيدي لعداء إلى حتى أحيانا يستغرق عند البعض لساعة أو أكثر يعني تكرار الوضوء لمرات كثيرة إغلاق مثلا باب السيارة أو باب المنزل مثل المريض يستيقظ من نومه أكثر من مرة يتأكد أنه الباب مغلق رغم أنه متأكد أنه أغلقه أو جرة الغاز فبالتالي هذا يسبب معاناة كبيرة للمريض وممكن يأثر على على حياته يسهل الكثير من وقته طبعا الوسواس هو يأتي على أشكال كثيرة منها وسواس الترتيب أنه الشخص لا يستطيع ان يجلس بمكان اذا كان اذا غيرنا مثلا كرسي من محله يعني يشعر باضطراب كبير اذا ما عاد هذا الكرسي الى محله او اذا كانت الامور مصفوفه بشكل منسق جدا يعني شوف انه سيده المنزل تضطرب اذا احد افراد الاسره غير محل شغله من مكان لمكان ما كانوا مرتبين بنفس الطريقه فهذا يستهلك جهد كبير وغالبا مريض الوسواس لأنه هو يعرف أنه هذا الأمر ليس منطقي وأحيانا يخجل من المكاشفة أو الشكوى أو اللجوء للطبيب عادة ما يصابوا باكتئاب قسم كبير 70% عادة يدخلوا باكتئاب المريض عادة عندما يدخل باكتئاب حتى يفكر يراجع الطبيب النفسي طبعا هناك أحيان أمور مرافقة للوسواس منها خصوصا بالأيدي أو بعض أعضاء الجسد المريض يلجأ إلى المنظفات القوية الاعتقاد أنه إيده ما نظفت فعادة يشوف إيديه كأنها محروقة أو نتيجة إصابتها بأكزمة شديدة الوسواس قد يأتي على شكل أفكار أفكار عكس اعتقاد المريض مثل أفكار عن الكفر أفكار عن, عن إيذاء قريب مثلاً أه الشخص تجي فكرة أنه هو ممكن يحمل السكين ويؤذي حدا أو يؤذي نفسه هو طبعا لا ينفذ هذه الفكرة بس إلحاح هذه الفكرة على ذهنه يسبب له توتر شديد أحيانا أه تجنب أه مثل كل شيء قابل الآلات الحادة لأنه مجرد أنه يرى سكين أه تبدأ هذه الفكرة تلح على ذهنه أه فبالتالي أه هذا يسبب معاناة شديدة للمريض طبعا انا برجع بطمن الاهل والشخص اللي عنده اصابه بهذا المرض انه عاده هي الافكار هي عكس معتقد المريض والمريض لن يقوم بتنفيذ هذا الفعل بس عدم قدرته على طرد هذه الفكره من ذهنه تسبب له معاناه شديده طبعا للاسف انه غياب المعلومه عن هذا المرض يخلي المريض يتاخر بطلب المساعده الطبيه اللجوء للطبيب هو الحل الامثل لعلاج الوسواس القهري، العلاج هو يتكون عاده من علاج سلوكي معرفي عن طريق بعض التدريبات، واحيانا نعطي معهم بعض الادويه اللي هي كافيه لتخرج المريض من حاله الكابه، حاله هدر الوقت والمعاناه الشديده، طبعا اللي بيعاني منها المريض والمحيطين بالمريض عاده احد افراد الاسره الذي لديه وسواس النظافه من سيده المنزل هي عاده تسبب ارباك للجميع لانه الكل مو قادر يصرف براحته بالبيت لانه هي راح تتوتر اذا أحد غير شيء من محله او تعتقد انه تم تلويث هذا المكان نتيجه لمسه احيانا يعني لمس البراد احيانا او غرض بالبراد هو قد يكون دافع انه تعيد غسيل كل المكان وتطهير كل محتويات البرات ففينا تخيل حجم المعاناة اللي ممكن يعاني منها المريض والمحيطين بالمريض فبالتالي اللجوء للمساعدة هو الحل الأمثل حتى ما المريض يدفع ثمن معاناة طويلة هو والمحيطين فيه